يا ست الواد هيقع، بتعملي ايه؟ قال لي يا ماما المفتاح، المفتاح وقع مني، عرض عليا ان هو يطلع من البلكونه. زعلان من ماما ولا لا؟ ها؟ اللي حصل بجد وما اتمناش لابني الوحش ابدا، وعمري يعني ما فكرت ان انا ازعل من ولادي، يعني انا عندي ولادي كل حاجه في حياتي.